السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا من السطات دابا غادي لهذاك السيد اللي في سباته الحاج عبد السلام اللي اتهموا هذاك السيد بيجيب لحم الكلاب وعدو إنا كل ما عرفوش إنا ما يجيش عدو القايد وما يجيش عدو هذاك الكوميسين وما يداوش الحياة هادو غنمشيو نشوفو هذاك السيد والحانوت تاعو المحلات غنشاهدو عليه تاني كزار اخرين نسولو كزار اخرين في الدار البيضاء هذاك السيد اش تيذبح واش تيجيب واش من ماركة عدو تيجيب ارفع سلعة كاليتي تاع السلعة الجودة تاع السلعة تيجيب احسن مكان في اسواق في هذاك تيجيب المحل تاعو لما كان شي حاجه رفيعه ما تجيبهاش لما كانش كاليتي ما تجيبهاش لما كانت جوده ما تجيبهاش طبعا خدها غنمشيو عندو ان شاء الله غنديرو معاه هذاك ونسولو حوانت اخرين في الدار البيضاء في حي مولاي عبد الله في سباته في حي سبلوك سيدي عثمان في البلايص اللي قرابه ليه شوفوا رد هذوك الجزاره اش غادي يقولوا على هذيك راه مدرسه تاع الجزاره خرجت بزاف الجزاره هذيك الجرده اللي قال هو كان بارك فيها كانت تيرمينيس تاع الطوبيس 25 و39 في الثمانينات و78 و81 باع فيه اللحم 240 وباع فيه اللحم 260 ان شاء الله انا غنمشي دابا من السطات للدار البيضاء يلا بقاو بعيد السلام عليكم واحنا لحقنا الحي مولاي عبد الله بالدار البيضاء واحد الكسر تبارك الله السلعه كي دايره داكشي زين تبارك الله لا شحمه لا والو الحن مهبر داكشي ما نهدروش عليه الحن كيدير تبارك الله داكشي زين تبارك الله السي مصطفى هذاك الكزار اللي بسمات الحاج عبد السلام والحاج بهلول كان جا عندو لا تيفي وكانوا قالوا ليه الناس بلا تذبح الحمير قال ليهم وتذبح الكلاب وحصلوه وعرفوا عدو إنا باش جاو عدو باش هذاك الشيء اش تعرف هذاك الجزار؟ هذاك الجزار معروف معقوم ها؟ كيدير لحوم ممتازة راجل معروف سوقه عنده سمعة طيبة هذوك هذوك الناس اللي ما عندهم يدير كيحاولوا يثيروا الفتنة ويحاولوا يديروا المشاكل معروف هذاك السيد معروف ديما اللحوم عنده ممتازه هذاك الحاج عبد السلام غني عن التعريف كل كيعرفوا زعما تعرفوا كزاره في البطوار كازا بلانك الحمد لله هذاك السيد معروف هذاك عبد القنوات اللي هي كتبغي باش تعمر اللايف وداك الشيء كتبدا تقترف على الناس بعض الامور اللي هي ماشي هذيك وصافي هذا الشيء اللي كاين الاخ كريم ياك هو مدرسة خرجوا منه مازال جميع شحال من جزار خرج من هذاك المحل باش ولاو تما جزارة وداروا ياك معلم قديم هذاك السيد معلم قديم من الجزارة الاولين زعما معروف مخرج شلا جزارة بغينا نتابعهم في الدار البيضاء غنلقاو فوق واحد 20 جزار او 30 جزار كثار تبارك الله بحال عنده سمعة كبيرة قديم مفتوح في السبعينات ياك أنت فوق 50 عام ولا 60 عام هذاك المحل الحمد لله هذاك المحل معروف بالجودة معروف باللحوم وعن فيه الشواية ولما كانت عنده الجودة هذاك تيمرض في ديتو هذاك أنا تنعرفو عنده لحوم ممتازة حنا كمهنيين كلنا كنحلي معروف السوق معروف ياك هادشي اللي كاين الأخ كريم لا هو لما كانت عنده الجودة رفيعة تي لا لا معروف هذاك لا كاع ما يحتاج الحق هذاك قال لي وكاين إنا هذاك ما شوف هذوك الناس الحاقدين معروفين هذوك ما كيخلى منهم يا زمان لما كان فيما مشيتي تلقاهم ذاك النوع وهذاك المسكين فاقد الشجاعه هذاك الزار اول في حي مولاي عبد الله بكازا بلانك الاول سولناه غنسولو ثاني الثاني غنمشيو عندو ان شاء الله حنا جينا اول هذا هو الحانوت اول حانوت في حي مولاي عبد الله تيتفتح هذا الحانوت ب 85 اول كزار تفتح فيه هذا حي مولاي عبد الله جيت سويقه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله خويا هذاك الكزار اللي في سباته الحاج عبد السلام هذاك
اللي تحت من المدنيه هذاك التحت انت تعرفيه مزيان. اييه ذاك المحل ديال هذاك السيد عمي سيدي تيخدم. كيفاش يخدم هذيك السلعه اللي تيخدم تماك؟ وذاك المحل عنده تاريخ ديال 50 عام او اكثر. 50 عام من البداية ديال السبعينات. ذاك المحل معروف عنده تاريخ قديم عزيز فيه اكثر تقريبا من واحد 100 صانع تما كاين الحمد لله. كاع درت دابا المحلات ديالها شي خدام في الفرنسي شي خدام في الحسني شي سباته وتا من الناس اللي ناضلتي في هذاك المحل الزيتوني. اييه الله يا ودي في الثمانينات. وني هذاك السيد اللي بركتي يقول ليه راه كاينه اينا القايد والكوميسير وهادي عرفوا كاينه اينا تماك وبلا بوبلات وبنا هذاك الشيء من اينا عدو عدو اينا عدو اينا. هذاك السيد واش كان حاضر لهذيك اينا واش كان شاف شي حاجه في هذيك اينا؟ بعدا اول مره جينا بعدا ما مربيش ملي كيدوي على ذاك السيد بهذيك اللهجه. ذاك السيد بعدا ماشي ولد الناس ما مربيش. هذاك عنده واحد الدافين هذاك السيد اللي كيتكلم وكيقول في هذيك الهضره هو ما عارفش الحاج اصلا ما عارفوش ونعرفو ما يقدرش يقول في هذيك الكلام في هذاك السيد. هذيك راه مدرسه جميل الجزائر خرجوا منها تقريبا بزاف تاع الجزائر. من قديم الزمان 50 عام اللي تزدنا حنا حلينا علينا صنا ذاك المحل تما كاين. داز فيه امه ديال البشر كاين اللي باقي خدام هنا في الدار البيضاء كاين اللي مشى دار المحل ديالو في مدينه اخرى. الحاج راه معروف على الصعيد الوطني سمعتي ولا؟ اييه هذاك السيد ربما يالله سكن هاد الايام تما شي 10 سنين او 50 او سيدي كرابي تما كاين ولا كاع يكون كاع ود سباته غيكون انسان ما قال لي كنا باركين بجرده. هذيك جرده كانت تيرمينيس تاع الطوبيس 39 و 25 في الثمانينات فاش كان الطوبيس ب 16 ريال. الله يرحم والديك. دابا الدار البيضاء راه ولات تقول دابا الدار البيضاء راه عمرات بزاف. هذاك السيد كيفاش السلعه اللي تيجيب؟ واش هذاك الشيء الكاليتي تيجيب شي حاجه ممتازه تيجيب شي حاجه رفيعه؟ وراه خير ودليل الناس كتاكل وتشرب تما كاين سمعتي كتعشى الناس تما تتغدى الناس العائلات ديالها بكل شيء اللي كيجيو تما كاين ياكلوا داك الشيء من داك الشيء الرفيع كفته مليحه كفته ديال الجمل كوطلات ديال الغلميه. السيد راه عنده الفيرما ديالو كيعلف عالف مليح والعجوله ملاح يجيب السلعه من اي قنت من المغرب كامل الحمد لله راه معروفين حنا على الصعيد الوطني اي سوق مشيتي ليه في المملكه سمعتي السيد الزيتون. اييه سول قول لهم الحاج العبد السلام والحاج الحسن راهم معروفين الحمد لله راه عندهم تاريخ. هذيك لاتيفي اللي جات شنو تيفي هذيك قناه بعدا الله يديم عليها ما عرفتش انا كيفاش غير هذاك كذب عليهم تقريبا كيفاش قاتو السيتوا بتاعو غير لاحوه كذب عليهم كانوا ما كانوا تيسلسلوا هذاك الكذب تاع هذاك السيد. حاجه معقوله وشي حاجه صحيحه الغد اللي صبحوا سادين اللي ما يحلش هذاك المحل ياك. دابا المحل راه محلول الحمد لله راه في ديما 20 15 ديال الغلمي ديما فيه جوج بهيم ديال البكري ديما فيه نص جمل او جمل الحمد لله. المحل كيبيع ويشري عنده تاريخ ديالو عنده السمعه ديالو. كاينين بعض الناس فيهم الحقد والحسد لهاد الحريفيه باغيين يهرسوا هاد الحرفه في الدار البيضاء. والدار البيضاء الحمد لله ديما مواليها ملاح وكتجيب المليح. قازا معروفه من اللي حلينا حنا عينينا دابا حنا دزنا البارح عندنا 40 عام الرقم واحد كيجي لكازا في اللحم من الجنوب الجوده الناس فيها بزاف معلمين حريفيه عندهم تاريخ عندهم سمعه طيبه. وني كاين الجزيره فيهم وفيهم ماشي كاين اللي تيخدم الجوده كاين اللي تيخدم ميال كل الناس في مدينه الدار البيضاء بعدا كاملين ولاد الباديه كبروا هنايا الحمد لله سمعتي أيه. كيعرفوا الجوده ديال اللحم المواطن البيضاوي معلم في اللحم جود من الجزار كاع جود من الحريف اللي كاع طالع الحانوت بيضاوي تيعرف اش تياكل البيضاوي كيعرف اش كياكل ما ديرهاش فيه يجي عندك اليوم تقاول به الغد ما يرجعش عندك عرفت عطيتي شي حاجه ما هيش اللي وهاد الهضره ديال هاد الصحه صار شي راه معروف قبل هاد المخيط قبل ولا يغني تيعيا ما عنده ما يصور هاد الانسان اللي بغا يهرس لشي واحد السمعه راه عمره ما خطر الانسان الا كان هو كيدير شي حاجه اللي ما خداماش الخدع راه ما كيبغيش لا الله لا عبد. هاد السيد كنا داير مع سي جواب هو اول جزار تيحول في حي مولاي عبد الله في كازابلانك. شوف اللحم تبارك الله لا شحمه لا والو هذاك الشيء مهبر هذاك الشيء زين تبارك الله غلمي البكري هذاك الشيء عنده كاليتي هذاك الشيء ممتاز.
هاد الحانوت عندو منو عندو التقليه منو عندو تيبي فيه اللحم ويبيع فيه التقليه في شي اخرى كاينه التقليه كاين لحم الراس كاين الكرعين كاين الكرعين كاين الكبده والقلب كاين الكرعين تا هما كاين الروس هذاك الشيء اول كزر تيحل هنا حي مولاي عبد الله بكازابلانك هذاك الشيء ممتاز لما كانت الجودة تاع اللحم هاد الناس ما تيجيبوهاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنا لحقنا عند هذاك الكزار اللي سجلته التي في وسجل هذاك السيد فيلا تيبيع الكلاب ويبيع الحمير وعدو إنا ومن بوبل حدا بوبل وعدو إنا عدو إنا حنا لحقنا عندو هذاك الكزار وجو حنا لحقنا عند هذاك الكزار حنا غادي نشوفوه هذا هو الكزار اللي قال لك تهموا هذاك السيد بلا تيبيع الحمير بالبال شوف السلعه كي دايره تبارك الله شوف الكوتريت شوف القطبات شوف الكبده شفتي تاع المدريد سوسير شوف الناس تبارك الله كي دار شوف الثلاجه كي دايره النوت تاعها شوف كل شيء خيرات كبيره شوف الحب كي داير تبارك الله شوف تبارك الله الكبده بالتيكي تاع كلشي ديالها اللي تيتهموا الكل اللي تجيب الحمير وكاينه إنا تماك وعرف الإنا كاينه وعرف هذيك كاينه وبناو هذيك شراو هذيك خلاو هذيك داروا هذيك هذا هو المحل ما لقيتوش لقيت غير ولده اسميتك اسمو البهلول فاكرني البهلول ما لقيتش الحاج عبد السلام فاكرني انا ان شاء الله غادي نرجع عندو عاوتاني هذا هو الغلمي تاعو البكري هذاك الشيء الفن فرماج هذاك الشيء لوكس تاع السلعه كاينه شي شحمه في هاد الماركه هادي شوف كي داير الماركه كي دايره تبارك الله تير شقم هذاك السيد يقول لي وكاينه إنا تماك وبناو هذاك حلو النامس هاد الحانوت راه ليه تاريخ باع فيها اللحم 240 وباع اللحم 160 بالبوق 81 ودازو المسؤولين قال لهم بيعوا باش ما بغيتو وحيدوا الباق هادي ديال القهوة هادي ديال الماكلة تي هنا كاين هذاك الشيء تاع البخار لحم الراس لحم هذاك الشيء بخار هذاك الشيء زين الروس هادي ديال القهوة تاعتو الناس ياكلوا ديما من هنا ماشي غير اول نهار ولا الطابلة كي دايره تبارك الله والكراسة وهذاك كي داير هاد الشيء تبارك الله هو تي هذاك السيد اللي عاير هذاك السيد وبرك تيقول ليه راه غير هادي شوف الطابلة تبارك الله كي دايره شوف الطاس كي داير تبارك الله طوابل هادي كلشي الدروج كيفاش طلع فوق مليون وكاس الخيرات صافي ها هنا لتحت ماشي مشكل الناس ياكلوا عندو تيطيب الناس هذاك الشيء هيا ونوكس كل شيء الفن فن هذاك الشيء تيشوي لعباد الله مشهور كي داير تبارك الله شوف كي داير كيفاش تيشوي كيفاش كيفاش هادشي كزار هنا في المغرب كاع راه اقدم كزار هنا في هاد السباته في كنت ديال بهلول اسم الشارع هذا الشارع المدنية وهذا اللي غادي بهنا اللي العربي البناي زرقة العربي البناي كلها مهنة الطاكسيات والقيصارية والحي محمدي ياك وهذا هو الكسر اللي جابوا قالوا المولي جان جابوا حمار جاب داش
تعير بنا هذاك إنا دار هذاك ديور دار هذاك عدو إنا على صباح لاباس عليه صباح عدو الموبلات حيت عدو إنا يوها الخيرات كي دايره السلوى كي دايره مركز